يقول الصفر واجد ولكن ماش ما كل صفرا تجي ناقة صفرا عليها القلوب عطاش وصفرا يقولون نقناقة لو ان بعضها يجي ببلاش مهيب للعاشق عشاقة أحب صفرا مهيب اللاش لصمر الورد سباقة لا قال أول ما يبي مغباش ونبوا على المال بطلاقة سروحها من سطرها شاش خلا رحولها وملحاقها قد مد بشكنها الطراش يبرالها راك زنساقه وردة غدير ما هو بمشاش من رايح نشيف براقه قد قلت واجد ولكن ماش ما كل صفرا تجي ناقه. واحد من الجماعة أول ما بديت في مشترى الصفر كل ما جاه مقطع في هالعروض البل أرسله لي وكان يرسل وكل ما شفت لي شيء ما عاد قلت ما يصلح أخر شيء أرسل لي واحد مخيفة وأكلم راعيها لا بعيد شوي وراء من يبي لها مسرة قال إن جيتني بدري ترى في ناس متكلمين عليها ولا ترى لا تلومني تبي أحول لك عربون شيء قال لا أنا أعطيت الرجل كلمة لكن موعدهم الصبح إن جوني ولا قلت أنا جايك وأروح حتى أنها من باب أن أسولف أنا وياهم نشد أنت من أنت قلت أنا فلان قال الشاعر أبوه قلت الله الله وأسولف أنا وياه وعلمه قلت أنا قال أنا ما سمعتك والله ماني بحب النشر أنا بعيد وقوم معلمه بالقصيدة وهو يعني شدته لها موقف يعرفون الربع معلمهم به لكن يقول سرتني اللي طيرت حلو المنام يلا عسى ليل سرى يضويبها صفرة طويلة متن مفهوقة سنام يا كيف يقدر خفها يمشي بها رق الحلا شفته على جل العظام تجمعت في ناقة كنيبها تخيل نجم حال من دونه غمام داجت ولا به هضبة تبديبها من لاختلف ممشاه عداها الملام لعرضت قدمه وهو مش فيبها هذه يا بمسمار ما فيها كلام واللي تجي من دونها ما ليبها وجابها الله المشرق شاري حوار ذكر أيام من ابن عويفي أمه الفردية اللي في الكويت والبعير طيب وجالها انتاج قوي وراح مع البل وبقيا من طيبة من المغاتير الأولى اللي بعت وللآن وأنا متمسك فيه يعني حتى قبل ما ينتج القعود الأصفر لأن جاء مع البل عشانه أغلب الإنتاج عليه ضرب الصفر الشعل أشكح وإنتاجه واضح كله ومتمسك فيه ولي رغبة هذا مثل خط رجعة للمغاتير المعروف المغاتير بشكل عام وصلتها واحدة يعني لا بالشكل بالوسرة والطبع لكن الصفرة ترى يمكن تلاحظ قبولها يعني عشاقها يصرفون في محبتها معروفة الصفرة تراها ولفها تهب لأهلها خاصة شوف الشعار وقصيدهم فيها غير الصفرة ترى لها قبول يعني متميز عندها الصفرة وكل نوع الشاقة يعني كل لون ترى لها لكن هذا الصفرة هل الصفرة يتولعون فيها بزيادة لا بالقصيد ولا بالوصف فيه موقف في حوارها قديم يعني جايتنا حوارها من ياق الله يغفر له بالمسمار جايت مع البل مفرودة توها صغيرة ومتوحشة طلعت مع البل ما تقرب أحد ذاير إلى جيت يمكن أما جدعها وثنية قدها ناقة وهي على طبعها وجينا واحد بعد سنين واحد من عيال بن مسمار بالصدفة هو يسولف حنت لين جت دنقت عليه في طرف الفرش وهذا من المواقف اللي فعلا قدامنا واستغربه وشدنا يعني والبل حتى فيها أشياء بعد تحس إن إذا فيه نية شديد ولا شيء هذه صايرة لا صار عندهم نية شديد أنت ما تدري البل وش يدري تشوف العمال جهزوا بعض الأشياء شالوا بعض الشبوك ما عاد أمست وجهت لوجهتها اللي هي تبيها هذه تصير داعي وبعضها تسري تروح تبي تشطر تروح بل معروفة يعني تحس تدري من بكرة فيه شديد بعض البل تعود المكان اللي فقدتها فيه مثل أمهاتها وتعود عليه لا تروح المكان الأصلي لا المكان اللي فقدتها وين فقدتها في المكان الفلاني عشاك الفلاني أنت شاد وعشيت في المكان الفلاني فقدتها ما ماخذ ولا بعضها تعود على نفس المكان هذا تحصلها ما تروح تعود عليه بعضها من ضمنها من أسرار أنياق بن مسمار هذه كلها سمعتها منها عجائبها الأشياء تروح وترجع لنفس المكان اللي فقدتها فيه ما تروح لمكانها الأصلي ولا محلاتها اللي أنت معودها عليه لا ترجع للمكان اللي فقدتها فيه
قدرت امهاتها فيه. فعلا مهرجان الملك عبد العزيز له دور كبير في تحسين الانتاج، والدليل ارجعوا للمزاينات القديمه وشوفوا الفرديات وشوفوا النوادر اللي فيها المراكز الاولى. يمكن لو الوقت هذا ما تجي في المراكز يمكن الخمسه الاولى، انت شايف الفرق وكل شايف الفرق. ولاحظت التطور الكبير في كل نسخه افضل بكثير من النسخه اللي قبلها. النسخه السابعه في الشوط العشرين الفرديات من جرعه الى حقه، شوط فعلا فارق لا بالزين، وشوط خلى المشارك يحضر لك شيء توب. هذا من يعني الاشواط اللي انا عجبني وما تفوت ولا عرض فيه، فعلا تشوف زين. من ضمنها حتى الشوط اللي يمكن سمعنا فيه هاليومين اللي هو المغاتير، اللي هم في فكرة طرح فردية المغاتير بشكل عام، اللي هي الصفر المغاتير والوضح والشعل المغاتير جميع، ودي فكرة حلوة طلع منها أفضلها. وإن شاء الله أن كل ما نرجي بعد منهم أكثر وأكثر أشواط وكلها تخدمها بشكل عام. الحقيقة نشكر الشيخ فهد بن حذرين على الجهود اللي نشوفها ومن الموسى، وعلى زياراته للمشاركين واهتمامه بشكل مباشر. ونتمنى يعني نشكر صراحة على كل التطورات اللي شفناها، لكن نتمنى رغبة، وأنا أتكلم يمكن رغبة شخصية ورغبة شفتها عند أغلب جمهور البلد اللي هو اهتمامهم بالتلات. أتمنى رغبة انه يعاد النظر فيه وانه يسمح يرجع الشوط لما له من جمهور ولما له من مشاركين، وجمهور فعلا يخدم اصحاب البل اللي محافظين عليها من سنوات طويلة. يعني هذا يعتبر مكافأة له. اتمنى من رئيس النادي بس الله يطول بعمره انه ينظر في الموضوع ويرجع. يقول جتنا علوم مع اهل القال والقيل، متخالفات ادقاقها والجليلة، نضاق منها لا صدور ومداهيل، كود الملام الكاسبين الفشيلة، ما هي بتشحن هروج المهابيل، للسن يضحك والمواطي ثقيلة، نقدر وجيه رجال المشاكيل اللي انحشمتهم انحشم القبيلة، مردودنا الأفعال يا بارد الحيل، حملك ثقيل وخل غيرك يشيله، لا شطروا لأهل التحدي فناجيل، يظفر بها راع العلوم الجزيلة، عود سواقي نفعته كأنها السيل، مدورين الخير مخلي سبيله، محجل قيده على الساق تحجيل، لنعتدل ميزان من فيه ميله، يكفي على سلطان من باب تمثيل، من نافسه يرجع لنفس الفصيل، هدرة بعير عمة البدو تفضيل، لو هي مدايح في حقوقه قليله، على دروبه يتعبون الرجاجيل، واصغر فعوله للنشامه فضيله، راحوا بقى طيب النباله دواليل، راحوا بقى طيب النباله دواليل، ينساقه في كل صبح ولا له اسمه خشير للدعاء والتهاليل، يا الله تمم كل ما يندعي له، واللي اخذت بقعه واللي اخذت بقعه رجال الحلاحيل، عيالهم ما هم تحت النهيله، عدوا فناجيل بهالبنه والهيل، اطرف عيال العود وقير تكيله، بتلات صفر سبيع جيل بعد جيل، على مناهجها تحث الدليله، باللي مضى من وقتها والمقابيل، من زالها ما هي تقبل بديله، اول غثاها بالسيوف المصاقيل، اللي تخلص من عميل عميله، واليوم تحكي من نظر والتحاليل، يستاهل ان الرقم الاول حصيله، اخلافه لو نلتفت بالدرابيل، ما شيف منكم يا اهل الصفر زيله، الفرجه بعد من مدى الجديل سهيل، واللي طمع في شوطها عزتي له للعز، يسم القلوب المغاليل، زودي على كبد المعادي. سلامتك.